يعني محمد يوفى من راسي وتوهم ايه شو الجزائر اللي نمشي من هولش الى الحال نجيب رايم السب يغرتني راجع بس اي تو المطعم هو كتي قفلتو نيل ها راحو كاملين هذي الله طاح من الله رايد بالسحاب قول والله هو طايح من هو اللي متن السحاب هاي قال لنا وقع اصلا هاي السحاب ما كانت ترقبتها الناس في الاصل فاهم تخلص وانتظرك من نكتب الجهة موالو لا جهة العسكرة في النواحي انتظرك ثالثة انتظرك في ناحيتي انا اصلا تان دا هان ريقاج كهدم في خطر اصلا ما تعرف انت ترتفد ما تعرف انت والله قلت لك دبوس الخلاص تاع النواحي ما فاتوا طلعوه اخي ابو عم طلع قلت له قريش هاي الله لا يا صاحبي اسمي محمد صالح ديدي انا حلاق في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالسمار في جنوب غرب الجزائر خالق في المخيمات اللاجئين 1980 40 عام عايشينها في تراب غاحل بسبب الاحتلال المغربي المتواصل لترابنا الصحراء القربية هذه الصحراء أصلا كانوا في الصحراء تقريبا منتشرين فيها ولا خالقة مثلا ما خالقة منطقة عند حد عن حد خالقة علينا كل يوم مثلا تعيشون في ذي الجنوب الصبح باغي تنقل شور الشمال مباشرة تنقل وتعالى للشمال عادي ما كانت عندهم دولة ذيك هي منظمتهم يا غير عندهم لا شيء قالوا أيد 40 وهذه أيد 40 تتكلم مثلا الوقت اللي خلق فهمتني مشكلة هاي الغابة اللي مزروعة الصحراء كاملة لا مخدرة لا في العيون طاف ديك المتشيلة فهمنا منين طاف ديك المتشيلة هي تقريبا غدا نص كيلو ولا حاجة أصلا الناس كاملة جاتها مفاجأة كبيرة فهم والله مشرب والله مهدلل ودعوة لا تعرف ما هيك بباير أخير إحنا خاصة واش كيتنا مولي في ياسر الشباب فهمنا يعني هاك السياسة ياسر مدى الشباب عاد واحد زي المغربي انت ما عارف شي دار هو دار بنفسك انت دار بالناس هاي السياسة من المذالم يطمحوا لها اليوم من زمن بعيد فهم دخل غير شكون يمرق ومرج هي راهي قال مصدرها شنو لا هم اللي نجوها ها تمرق هم اللي يجيبوها هون او تمرق بكميه صغيره في بطل كميه كبيره بثمن باخس وباله وانت راهو قال لك عن المغاربه دراك منين راهو تشرب اها الشراب يحبسوك عليه المخدرات يا خو حاق بعد انا في الجزائر على مزيان الشهر ما غاديين فيه سلاح ولا ضرب يا الاعلام ديريكت والله هي ما هي واجعه يا اسمع ليك تما اللي هضر والله اللي واعر مسكين السجون حباس معمر وكل شيء عمر تم معي شي ملوح وشي قام لا دامي تلم وتشوف تصل معاه خلاص قاعد قوم الى عاد لي تي بالنسبه للشعب ما عندنا اي مشكله مع الشعب المغاربي ما عندنا معاه اي مشكله تجبر شعب مغاربه يعزونه ويبغونه وكيفنا نحن حتى هم مبادلينهم نفس يعني المشاعر نفس المحبه نفس ذاك المشكله دائما العقده الكبيره تبقى دائما في الحكومه يعني الحكومه المغربيه هي اللي دائما عندها اصلا كانت عندها اطماع توسعيه في إنشاء إمبراطورية مغاربية تشمل الصحراء تشمل موريتانيا تشمل السنغال إلى دكار هذه أطماع يعني توسعية أورثوها المغاربة والله زاد الملوك المغاربة ابن عن جد
والحياة في المخيمات اللاجئين ما هي بالطريقة السهلة، لأننا نعتمد على الدعم الإنساني من جوانبه كاملة. السلام عليكم يا الغالية. يعني أنا كنت ليه توقعي لي على كميتك أصلا أو هاك؟ يعني ما نحتاجه، ولو كنا اللي فعلا احنا حارين يعني مستغلين وفرضنا وقادرين، يعني حد مستقل تقريبا انه قادر قد يستغل الخيرات، وحد ما مستقل ما قد يستغل الخيرات. طبيعي انه اللي يعود الا محتاج. وقعي دير توقيع، هي لا مجموعتك ديرت خير. أصحاب الأمور الاحتلال، أنك أصلاً حاس أنك ما عندك وطن، ما عندك حتى إذا بذلت مجهود في الحياة كامل مآل وللزوال، يعني ما هو شي باقي الأولاد استحقوا ونحن ولا هو. توم زدتو في منزلتكم ذي؟ تكم لغلتكم؟ كيف تعبوا قارن توم كعب براسة فيها الكوار كوار؟ خاص كنت ناغل والله تضيعكم ذيك البيت. هاك الهرسة ما يقدر تحمل هرجير. مشكلة تغلق؟ مشكلة تغلق؟ مشكلة تغلق عنك؟ والله لا يقدر حتى إلى مردك هرجير ما عندك قامة ما تدير به. إذا قست الطب مشكلة. سؤال رواية مهمة، شنو عدد الصلوات؟ خمسة. خمسة. أو سميهم؟ الفجر. إيه. والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إيه. يقربكم شيء عن هم الموقع الجغرافي ل. الوطن أو منين تقع الصحراء؟ شرق إفريقي. شرق إفريقي؟ وش يعد وش يحدها؟ هو اللي تحدها؟ الجزائر والمغرب وموريتانيا. شنو هي الخيرات اللي تمتاز بها الصحراء الغربية؟ بالفوسفات. اها. وبالسمك. اها. لا. خارج رواية مهمة ما تذكرتها. شنو هي؟ شوف. الذبور. ما نعرف صدى. والله ما قريت ذيك الخامات. ابدا. سابق الحرب بالنسبة لي أنا، كنت بدو وتميت في البادية إلين عادت الحالة مع ثلاثة نظرة حتى بالنسبة لي. الله لا قاعد تحت بسير زيرو قا عاد خلنا إيش منطقة اليوم بالأخص، ودخلت شن الأشغال العام وتمنيت بتوه نشتغل لأن تحصل لي أحدين مناضلين مجموعة كبيرة وتلاقوا يفهموني في عنها صواني هاي تنتهي بخيراتنا. قمت أنا ومجموعة معايا فهم كون 15 رجال تقريبا، ما عدلوا شيء تقريبا نقبضوا
نجهرو قبلو مسامر هذا اللي نتاع الغلا بالنسبه للكماين اللي اصلا هم يخطوا دارو مردعوهم في غلف ونجهرو لهم كيل الغام ويأخذ عليهم الكماين وتوجعوا رواعهم. هاي من العمليات اللي قطع عدلنا فيها اساسا وطلعها مع بطيع هو توف دخل الجيش في ذاك الحالة ذاك مت 75 شهر 10 75 راهو واعر الحرب شوي الحرب راهو عيني فهمت العهد كبيروا احنا هذا وبغنا عهد مات لنا متخلين عنه خطعان عنا وحد قاع عهد مشيت معايا واستشهد لقطت عظامك ولحمك ان شاء الله تشرشط الشهود فهمت حفره مشي لهم تياهو نعود نبيت بس والله نقول له ما هو عهد والله كذا هاك على الاساس اسمو قال لي محمد الكرد نحب معك زو ايوا الكرد راه ديك الساعه لا بط شلح وتم مراقب تعرف في الثوره ذيك في البدايه منين عادت الناس لباس شويه عاد تتنفس فيه انتم دايرين هذا مظاهره يلين فاقولوا تم مراقب النهار يلين جاء شلح وخاض عليهم فهمتي قطع من عندك رعو وركبته ايه هذاك ايوا هذا اللي فاو سرد بالله سعيد محمد سعيد محمد سعيد قولوا بالله نعرفه ها ترى خالي ها محمد ولد سعيد الله الا خالي انا هو والله نعرفه كان معي في السمار الا خالي ايه السمار خلي ها الله فعلها تعجبني سعيد هذا قط فوت 8 اشهر مع الزبحت درمو ما عندي قاع حضرك مكرايه قال لي لاخو ها يا رن عندي 5 فرقاتي وثنتين تحت في كراعي من تحت المشكله هاي الغاب اللي مزروعه في الصحراء كامله راهي لا تقتل الارواح يوميا وتصدع انا وتقتل الغنم وتقتلها كامل قال لي واحد في متي اصلا كان في الناحيه الثانيه فاهم عنده شي من الغنم في جهه الرب قال لي والله قال لي منين يسمعوا القناه قلت طبطب هم واقفين على الرابط قال نجي لعندهم قال منين يسمعوا القنابل تطرطق يقوموا يضحكوا عارفين عن المغاربه الجنود المغاربه اللي في الرابط يقوموا يضحكوا في الناس عدلوا هم يضحكوا والله ياخذوا الناس One
تلقي غير حد يسول يعني على الفرق، شنو الفرق بيننا احنا وفلسطين؟ علاه اعترفت بفلسطين بدون يعني جهد قاع كبير ولا فلسطين وفات اعترفت بها؟ اعترفت هي رسميا بالفلسطين. اعترفت بها شو هي؟ هيك دولة. والله والله كدولة اللي هي تعتبر تحدي كبير لإسرائيل. شوف إسرائيل يعني مقارنة المغرب بن جدار طوله 2400 كيلومتر، مقسم بها وطني لمرتين، قسم منه مناطق محررة والقسم الثاني مناطق محتلة. رغم كل جبروت نحن شعب لا يموت، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. اللي فيه الشبيك هاي بلاصة كاملة للغاب، ورم اللي الشبيك للغاب، للغاب المضاد للأفراد. وهنا أنا عائلتي في المناطق المحتلة من بعد ما هوتيها حوالي 100 وكيل، وباش ومانعني هذا الربط عني نلحق العائلة وعني نتواصل مع أهلي، وذاك الصعوبة مثل صعوبة المغرب ما عنده أي مطالبة بالصحراء، يغير من درع أنت العالم لا يحقق شيء، والله يسلم على النظام الملكي ما هو باقي يعترف بحق الشعب الصحراوي. احنا ارضنا باغي نقبضوها، ما لنا باغي حد ثاني يعود معانا فيه. والله منين نبغى حد نقولوا انت تعال وعود معانا، سياني هو منه يا غير نعودوا احنا قايلينها. راح بيماري بيماري هم جبد ماي حبس حبس العرس ستوب ايش طارق ياك رباس ياك خير ياك سلم ياك رباس ياك خير الحمد لله ما شاء الله شحالك ياك رباس ياك خير اهلا ايش طارق ياك رباس ياك خير ياك سلم الحمد لله ما شاء الله خير خير الحمد لله ما شاء الله انت جاي تحلى الله تحلى الحمد لله الله ايش طارق ياك رباس مشكيله ياك اسرع تم فيه وتندز والله قالك فضيحه زغبس الواحد فراضه ما فرق نقول من العبد والله مس المعلم ايش طارق حالك زين ما عافيه بس بخير الحمد لله ما شاء الله هو زين الا تفضلي تفضلي راني منك والله خير شرف ارا خالي اللي هلت عند الزيرو تحليقته لا غير لا زيرو كانك لا مو ذاك الوالد نسيب لي ما هو وقتها نوري ما هو حد تحت سطر كمل المدرسة هذاك الشيء هو ذاك الشيء مشكلته غير بعد رايك كرطولي ليلي يبقى زيرو ان شاء الله قال لك تمشي للداو عند قصد تداو مالا عظم كلب عظم كلب شنو هون عظم كلب منين عضه؟ أظن على الكراع. إيش؟ أظن على الكراع. زي الحي على السبعة ذيك الليلة على السبعة كنا مسابقين على الباش كلير. عضكم كاملين في راسه. كاملين بدعين. إيش هذا؟ مو كلب هاد؟ إيش حمل؟ اليوم قبل السمح والله لا. هذا وين؟ تلاقيك فينا قوم تلاقيك فينا قوي ترى شو؟ آه جيت أبطال البارح اللي يوبك رجعنا لحد أبغى ذاك ما رايح له
مش تونا بمولي مش هون يعني هو حلق هون اللي انت والله عزيز والله هذا الصالح ذا ايوب القضية الصحراوية عندها لا عندها لا حل واحد لا الاستغلال ومولي لا بالحرب ما هو شيء ثاني هذه المماطلات وهذا التحاني ما هو 40 سنة من ما قدي نجبر حل معنا عن الخارج دا كفاح المسدع ترجع لها أنا رأيك خاص حكومتنا والله جبهتنا والله اللي هي تستعد وتبني أماء المستقبل لا الحرب طويلة الأمد مع المغاربة لأن السياسة ما جايبة معهم ولو والمغرب لا يتماطل المغرب يبني قوته وبنى جيشه وعسكره متن حزاماته حزام هذا اللي هو الربط خاصك تخبط أرضهم يا دولة تخبط الرباط تخبط مراكش تخبط لك يعودوا واحدين في رؤوسهم انت بتعود تحاربهم ولا عند الرباط ما بدي يتحركوا قاع فهم ها هو بقى تصور يعني. الحرب قلت لك من بدايتها لحد الساعة ما فات الأوقات ومعجبين كناس قدماء في ذي الحرب معجبين بمنطقهم هذا اللي باغين يحروا بلادهم يا غير مادام الحل كيف قلت وين يعني موجود في ايدين المتحدة و الا ما نعجل عليه كوان اللي نعرفه ايش اسمه اللي عندنا نشي نقول لكم يكون عارفهم تلاحم الناس تلاحم الارتباط ما بيناتكم الحفاظ على وحدة هذا الشعب لأنه لحق ذي المرحلة لحق ذي الطريقة لم يجب وحدة قبلت شيئاً الحرب هي الحرب حرب ما فيها ولو الحرب ما تدي ما هو الضمان تموت الناس تخلى تتكاتل الناس كذا إلى خيرها اللي تم دائما المنطقة مشوش لسيما السياسة السياسة مثلا رايك منين تعد تقدر تجيب السياسة الناس كاملة تقبض وطنها يعني ما فيه حقد كلها داريد ومرة ثاني يوفى ذا كامل كلها قبض بلده صلاة والعافية هذا ملك هذا يقول برو ولوبة ولوبة صاحي 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 يا العرب يمكن حق عنده خدسه وطاير على مطعم